بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا مجددا أعزائي الطلبة في الجزء الثاني من الموضوع الثامن. راح نستكمل بعملية تحليل وتصميم المالتي لين هاي واي. نستكمل الأجزاء اللي أخذناها بعملية التحليل والتصميم. إذا شفنا من المحاضرات السابقة راح نعتمد على مجموعة كرايتيريات حتى نطلع مستوى الخدمة، ومستوى الخدمة واحدة من أهم المعايير اللي راح نشوف الفلو ريت راح نحسبه. والفلو ريت مثل ما دا تلاحظون بالمعادلة التالية، على مود نحسب الفلو ريت هو عبارة عن شكد جايني فوليوم بالساعة بالبيك، ساعة البيك شكد كان عندي. طبعا نتذكر شوي نسترجع انه الفلو ريت محسوب على اساس انه ربع ساعة ربع ساعة، هذا المشهور. فاحنا راح ناخذ اكبر بيك، اكبر حجم خلال اليوم نسميه البيك اور، الفوليوم مالته، ونقسمه على البيك اور فاكتور، ونقسمه على عدد اللينات، ونقسمه على فت فاكتور الى علاقه بالبوبوليشن، الى علاقه هذا الفاكتور نوعيه الدرايفر اللي يستخدمون الطريق، هل هم كوميوترز لازم متعودين على استخدام الطريق فناخذهم يعني نفس المستخدمين اليوميين، هذا الفاكتور ناخذ قيمته واحد. واذا لا، المستخدمين هم ناس يعني ريكريشن، جماعه الاشياء يعني خلينا نقول السياحيه، او المو مستخدمين اليوميين، الطريق يكون جديد عليهم، بهاي الحاله ناخذ 0.85. اللي بيناتين اللي دا يعني ترافيك كومبوزيشن يحتوي بيناتين، نشوف ناخذ الرقم هذا بين الواحد وال 5.85. هذه هم تعتمد على المصمم ومعرفته بالكومبوزيشن مالت الدرايفر اللي راح يجون اللي يستخدمون هذا الطريق. واكيد اكو فاكتور داخل هو الفاكتور اللي له علاقه بالهيفي فيكل. الفاكتور اللي له علاقه بالهيفي فيكل حقيقه هذا شويه مهم، راح شويه نسترسل بعمليه الحسابات مالته. فكما ما لاحظنا انه الفاكتور احد الفاكتورات هو فاكتور مال هيفي فيكل، السبب به انه هذا الفاكتور كلش مهم، لان المركبات ما تتساوى مثل ما قلنا بتاثيرها على مستوى الخدمه. اكيد المركبه الكبيره تفرق عن المركبه الصغيره، الباص يفرق عن الكرييشن فيكل وهكذا. اذا احنا محتاجين بشده نعرف ايش قد نسب نستخدم دائما لما نريد نحسب الكوفيلنت فاكتور، راح يعني تاثير الفاكتور مال هيفي فيكل اذا الكومبوزيشن يحتوي هيفي فيكل. عاده راح نقسمه هنا على نوعين، التركات والباصات ناخذهم على حده، لازم نعرف النسبه مالتهم وايش قد معامل التاثير مالتهم، وكذلك الريكريشن فيكل ايش قد نسبه من الكومبوزيشن كلي للمرور وايش قد الكوفيلنت فاكتور مالتهم. شلون نحسب ذني النسب؟ واضح شلون نلعد، احنا راح نحسب والقيم الفاكتورات راح ان شاء الله تعالى راح ناخذهم بالسلايدات القادمه. راح نشوف التالي. تاثير هذه المركبات بما يكافئها، الموقف راح يصير عندي كالتالي، انه انا عندي السيجمنت مالتي، عندي سكشن مالت الطريق هذا اللي قلنا يتغير الـ يعني عادة كل سكشن هو عبارة عن مجموعة سيجمنتس، السكشن اللي راح احلله وراح اطلع مستوى الخدمة مالته. فالسيجمنت مالتي احتمال عندي حالتين، الحالة الأولى فشي نسميه extending general segment، والحالة الثانية هو specific grade. دا اوصف مرتلخ السيجمنت مالتي راح اشتغل عليه التحليل حتى اشوف ايش قد المكافئ، لان المركبه اللي تمشي بالصعود تفرق عن المركبه نفس المركبه ايش قد تكافئ من تمشي بنزول او تمشي بمنطقه ترين مالتها التضاريس جبليه تفرق عما تكافئها اذا تشتغل بمنطقه رولينج وهكذا. فذني اعتبرهم كلها حقيقه دراسات بينتها بشكل دقيق، فنريد نطالع بالضبط ايش قد تكافئ. فراح نجي نقسم السيجمنت الى نوعين، نوع نسميه الاكستندد جنرال سيجمنت، والنوع الثاني سبيسيفيك جنرال او سبيسيفيك جريد عفوا. المعيار عندنا الرئيسي كل شيء مو سبيسيفيك فهو جنرال. واضح القضيه حتى تصير من هسه؟ اذا احنا راح نشيك اول مره هل هو
سبيسيفيك لو 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 يعني سبيسيفيك جريد، اذا طلع عندنا سبيسيفيك الى معاملات مكافئه جداول معينه، واذا لا طلع مو جنرال فمو سبيسيفيك فهو جنرال والى جداول معينه. خلينا نشوف الجداول مال المكافئه مال الجنرال، اذا طلع عندنا جنرال حتى بعدين ننتقل للسبيسيفيك. الجدول واحد المعامل المكافئ مال سيارات التراك والباص، يعني الباصات والتركات، يعتمد على التضاريس. اذا التضاريس ليفل اوكي فهو 1.5، كل يعني كل تراك او كل باص يساوي لي 1.5 باسنجر كار. بالمنطقه الرولينج شوف الفاكتور يصعد يصير 2.5، وبالمنطقه الماونتن المنطقه الجبليه يصير 4.5. الريكريشن فيكل بالمرتلوخ هذا كلها خاصه بالاكستندد جنرال سيجمنت يساوي لي 1.2 بالمنطقه الليفل، ويساوي لي 2 بالمنطقه الرولينج، ويساوي لي 4 بالمنطقه اذا كان ماونتن ترين. هذا اذا كان جنرال. اذا كان سبيسيفيك جريد اول مره هسه خلينا نشوف يعني شنو سبيسيفيك جريد. اذا اتصف باحدى الحالتين التاليتين، الاولى السيجمنت مالتي يكون اكبر من 1 مايل، وبنفس الوقت اند هاي قضيه كلش مهمه، نفس الوقت يعني كود الخاصيتين تنطبق عليه، يكون اكبر من 1 والميل مالته يكون اكبر من 3%. هذه الحاله الاولى على مود السيجمنت يكون سبيسيفيك جريد. الحاله الثانيه اذا كان الطول مالت السيجمنت مالتي مالت الطريق اكبر من نص مايل، وبنفس الوقت نفس الوقت لان اند عندنا هو اكبر من 3%. سنجي نقول يعني مثلا في مثال لاخ على ايش وقت راح يطلع هذا جنرال مو سبيسيفيك. راح اضرب مثال هنا، اذا طول عندي 0.8 مايل على سبيل المثال، 0.9 واحد هو نفس الواحد لان ما مشمول هنا، والجريد مالته 2%، 2.5%، 1.5%، هذني كلهن ما انطبق عليهن الشرط. لا الشرط الاول طبعا، الشرط الثاني هم ينطبق لان الجريد رايد اكبر من 3، فهذا ممكن يكون جنرال. فمثال الاخ اذا كان الطول 0.25 مثلا من المايل، ونفس الوقت الجريد مالته مثلا 5، هذا هنا مو سبيسيفيك. ليش؟ لان الطول اقل، هذا راح يكون جنرال لان طوله اقل من 0.5، ما انطبق صح الشرط الثاني كان الميل مالته اكثر من 3 لكن الطول مالته اقل من 0.5 وهكذا. اذا انطباق احد الشرطين اذا الاثنين اذا انطبقن اذا هذا الجريد سبيسيفيك، اذا ما انطبقن فهو جنرال. من جنرال راح نجي لهذا الجدول، جدول 8.2. زين اذا جنرال، اذا سبيسيفيك، اذا سبيسيفيك عندنا حالتين، مره اذا ابجريد حل المقطع مالتي والجريد مالتي صعود موجب، ومره اذا عندي الجريد نزول سالب. اذا كان ابجريد فالاي تي اخذها من الجدول هسه راح نتعلم عليه 8.3، والاي ار اخذها من الجدول 8.4. اذا نزول الاي تي اخذها من جدول 8.5، والاي ار مال ريكريشن فيكل راح ارجع لهذا الجدول 8.2، عامله معامله الليفلنج تري او السبيسيفيك، بس النزول وبس للريكريشن فيكل يشتغل هذا الجزء الاسفل اوكي للجدول. خلينا نشوف الباقيات شلون نستخدمهن الجداول. على سبيل المثال اريد اطلع، شوف دائما نركز على العنوان حتى لا نشتبه باستخدام الجداول. هذا باسنجر كار كوفيلنت، هذا شوف مكافئ المن للتراك والباصات، اريد اطلع الاي تي من عندي ابجريد. واضح الجدول الكود ما نشتبه به. هسه شلون نستخدمه؟ نجي قد عندي الجريد على سبيل المثال 2.5، 2.5 هي اكبر من 2 واقل من 3، اذا هو هنا انا دا احكي
وش قد الطول مالته، مثلا نقول مثلا 0.8، اذا هو بهذا المكان محصور بهذا المكان، اذا هذا يشتغل عندي. بقى ايش قد نسبه التركات والباصات عندي، وفرضه عندي 8%، اذا الفاكتور هو عباره عن 1.5. وهكذا في المثال الاخر، اذا كان عندي 4% اللي وعندي صعود ابجريد، اقول 4% ساخذ هذا الجزء، لو هذا الجزء اكيد هذا اكبر من 4 هذا الجزء، فما راح اخذه، اخذ هذا الجزء لان هذا اكبر من 3 لحد ال 4. اذا 4، خلينا نفرض الطول مالته 2 مايل، ف 2 هي اكبر من 1.5، راح اخذ هذا الجزء اللي هنا. وخلينا نفرض ايضا انه كانت نسبه التركات 15%، اوكي، فاذا الاي تي المكافئ هو 2.5%. اوكي، واضح استخدام الجدول. خلينا ناخذ الاي ار من عندي صعود، شوف الباسنجر كار كوفلنت من عندي صعود، وطبعا يكون متحقق عليه انه هذا سبيسيفيك، هم نفس، شوفوا نفس اللي يحتاج الجريدات، واحتاج الطول، واحتاج ايش قد البرسنتج مالت الريكريشن فيكل، ايش قد النسبه مالته، وطلع الفاكتور بكل سهوله. كذلك اذا عندي نزول ولد طلع الايكوفالنت فاكتور مال التركات والباصات، هالمره داون جريد مو اب جريد عندي، وعندي تركات وباصات نفس المبدا، نفس المبدا. شوفوا بس ارجو الانتباه هنا، أنا مثلا الجريدات شوفوا هنا اكبر من 4 الكل الاطوال، اي طول معين، بعدين 4 ل 5 شوفوا عندنا احتمالين، احتمال اكبر من 4 او يساوي 4 او اقل، عفوا او يساوي 4 او اكبر من 4. شويه ننتبه شلون نقرا الجدول، وكذلك نطلع ايش قد بيرسنت الاي تي، نطلع منه الفاكتور بكل سهوله. الاي ار مالت النزول وهو سبيسيفيك، نرجع للجدول 8-3. هسه هذا الكلام كله احنا نفترض انه السيجمنت مالتنا شنو الاحتمالات، يجي كله طول واحد، يعني طول معين بميل واحد في، او هذا نسميه الكونديشن الاولى. شلون نحسب الميل؟ كل السهلة نقول ايش قد، يعني انا من عندي صعودا او نزولا، عندي مسافه اللي هي الفيرتيكال، هاي اللي هي الفرق بين نقطة البداية، الفرق بين منسوب نقطة البداية ونقطة النهاية، هذا راح اسميه ال H الارتفاع، وعندي ال L هاي المسافة الطول الأفقي، هذا ال L، فأقول الجريد هو عبارة عن 100 على مود هذا معامل تحويل، ال H على L راح أطلع الجريد، هذا من عندي السيجمنت كله بميل واحد والطول معين. في بعض الأحيان السيجمنت أو السكشن ما تكون يعني نمشي مسافة بجريد معين وراها يصير جريد لاخر، طبعا تحكمنا التضاريس مالت المكان، أو يحكمنا حتى التصميم، حتى احنا نشوف بالتصاميم الجسور والأنفاق ممكن يصير عندنا هيك كيس. شي يصير عندنا، يصير عندنا الجريد مختلف، فكل مسافة وياها جريد. احنا إذا شفتوا قبل شوية دخولنا للجداول، الجدول يريد من عندي جريد واحد وطول واحد، فراح أسوي مكافئ طول وجريد مكافئ، كأنه لو دخلت المركبة على هذا النيل، يعني مو عندي أكثر من جريد وأكثر من طول، أسوي فالطول مكافئ وجريد مكافئ بالحالتين نفس الأداء على المركبة، نفس الريدكشن أو الزيادة، يعني ريدكشن بالسبيد أو الانكريز بالسبيد تكون ثابتة. زين، شون نحسبه؟ نجي كالتالي، نقول عندنا هاي الاحتمالين. احتمال السيجمنت، هذا السيجمنت مالتي متكون من قطعتين او اكثر، خلينا نقول احتمال قطعتين، قطعه تكون طول مالتها اقل من 4000 فوت، او ضروري يعني ننتبه عليها الشروط، او الجريد مالتها اقل من 4، اوكي، فنعتبر هذا ناخذ افرج، نحسبه حاله حال هذا القانون، نحسبه من هذا القانون، نجمعهن ونقسمهن. اوكي، مثل ايش؟ مثال اذا كان عندي طول مثلا 3900، 2500، 2000، او الجريد 3 2
اي واحد طبعا للسيجمنتين، يعني السيجمنت الاول كان نقول 2500 والجريد مالته مثلا 6، والثاني 3000 مثلا 4500 والميل مالته 2. شوف الحالتين ما انطبق عليه يعني الشرط، فبالتالي عامله مثل ما عامل القانون 8-4. الحاله الثانيه ان يكون السيجمنت مالتي، حتى اروح ما استخدم، راح استخدم غير شيء، السيجمنت مالتي اطول من 4000 اند اور، هاي قضيه مهمه، و او يعني هسه انطباق احد الشرطين هم يجي عنه. اما طول مالته اكثر من 4000 ونفس الوقت او الجريد مالته اكبر من 4، خلاص ما استخدم هذا القانون 8-4، مضطر استخدم كيرفات راح ناخذ هسه بيرفورمانس كيرف، راح نحسبهن بطريقه ثانيه. خلينا نشوف البيرفورمانس كيرف وناخذ مثال عليه حتى يشتغل عندنا. هذا البيرفورمانس كيرف يرسم لنا علاقه احنا اخذناها يمكن سابقا في من كنا نحسب الكلامبنج لين، بس ماكو مانع انه نسترجعني هنا، انه المركبه اذا دخلت بسرعه معينه نتيجه مرورها على جريد معين تبدي، يعني كل ما طول المسافه كل ما سرعتها تقل، او بالعكس اذا نزول سرعتها تزيد. نشوف الخطوط المقطعه هي اكسلريشن، والخطوط الصلد هي ديكسلريشن، بمعنى عندنا مسافه وعندنا ميل وعندنا سبيد نطلع من عندنا البيرفورمانس. خلينا ناخذ مثال حتى تكون الامور اوضح عندنا. نفترض انه عندي اريد اطلع الكوفلنس مال فاكتور مال الطريق، متكون من سيجمنت تو سكشن. هذا مالت السيجمنت هو عباره عن تو سكشن، السكشن الاول الميل مالته 2 والطول مالته 5000، والثاني 6% والطول مالته 5000 ايضا. واضح يعني بما انه اكبر من 4000 اذا القانون ما نقدر نستخدمه اتش اوفر ال، مضطرين نستخدم البيرفورمانس كيرف. بدي يقول لي احسب الكوفيلنس فاكتور، راح احسب الكوفيلنس فاكتور مالته، اروح للكوفيلنس فاكتور حتى يصير واضح عندي استخدامه كل السهل. اجي اقول ايش قد السيجمنت الاول كان 5000، ابدي منه بالسيجمنت الاول. الميل مالته اذا تذكرون كان 2%، اسقط على كيرف ال 2%، بمعنى الاخ لو مشيت المركبه على ميل صعود 2% سرعتها راح تنزل من 55 الى ان توصل هاي النقطه اللي هي عن حدود 47، من ثم طلعت هاي النقطه 2. ورا ما خلص الميل الاول هو مو مشى 5000 ميل 2%، راح يجي ميل ثاني 6%، فانا راح اسقط من راح ادخل بالميل الثاني، راح ادخل مو بسرعه 55، راح ادخل بهاي السرعه ال 47 الجديده، فارجع اسقطها على الكيرف مات 6% اللي هو هذا. تعال شوفوا نفسه هذا الكيرف، شوفوا هذا الكيرف نفسه هنا وين مكان تسقيطه، ارجع اسقط على الاكس اكسس اطلع هاي النقطه. هذا مقدار المسافه المكافئه، تمثل لي المسافه المكافئه. من راح ابدي بالقطعه الثانيه ال 5000 الثانيه، ما راح ابدي من 5000، 5000 زائدا هاي المسافه تطلع في شيء هنا بحدود 5800، ارجع اسقطها على الكيرف ابو 6% وارجعها بشكل افقي، تطلع لي السرعه بنهايه ال 5000 الثانيه. طلعت السرعه ايش قد؟ 23، حدود 23.5. اذا شوفوا الريدكشن صار، انا بديت ب 55 مشيت مسافه 5000 بميل 2%، وصلت السرعه مالتي 47، من ثم من دخلت بالميل الثاني ب 47 انتهيت لين الميل 6% مال الجزء الثاني وصلت 23. بمعنى الاخ ال 10000 هاي المسافه المكافئه اللي هي 5 زائد 5 لو اسقطها ويا 23 النقطه اللي التقاطع مالها تصير هاي، كانه المقطع المكافئ مالتي طوله 10000 فوت والميل مالته 6%. والميل مالته 6%. هكذا
هذا الموضوع شلون نستخدم البيرفورمانس كيرف. على العموم من طلعنا البيرفورمانس كيرف ال 6% والطول 10,000 اوكي، نجي هسه ندخل الجداول وحدة تلو الاخر. اول مرة نقول ال 10,000 حتى نشوف هذا سبيسيفيك لو اكستنت 10,000، خل احولها من الفوتات للمايل اقسمها على 5,208 طلع 1.89. نتذكر بالتعريف الجنرال والسبيسيفيك، السبيسيفيك قال لي اذا اكبر من واحد والميل مالته اكبر من 3 او اكبر من 0.5 والميل مالته اكبر من 3 عفوا اقل من 3 بالاولى والثانية اكبر من 3، اذا انطبق الشرط الثاني عليه انه هو اكبر من 0.5 والميل مالته 6% هي اكثر من 3، اذا هذا المقطع سبيسيفيك. وبما انه سبيسيفيك كود نروح الجدول 8-3 حتى نطلع الاي تي، و 8-4 حتى نطلع الاي ار لان هنا نادى عن نحكي صعود. فمن نروح للجداول خلينا نروح جدول 1.8 نشوف ال 1.8 وين صايره، صايره هنا عفوا الطول مالته الجريد مالته كان 6%، فاحنا دا نحكي بهذا المكان 6%، الطول مالته اكبر من واحد، نسبه كان بالسؤال اعتقد 10% الاي تي، فاذا الفاكتور 3.5%. الاي ار كان الجريد اكبر من 6% والطول مالته 1.89 اللي هو اكبر من 0.5، الاي ار اعتقد كانت 2 او شو اسمه 4%، فبالتالي 4.5%. وبعد طلعنا الاي تي والاي ار 3.5 و4.5. لو مستخدمين معادله 8-4 بشكل تقليدي، شوفوا الميل الاول وهذا الميل الثاني 6%، هذا 2% وهذا 6%. لو ماخذين الميل الاول ايش قد يرفعني؟ 2% في 5000، اذا 100 فوت راح يرفعني. اوكي، الاتش الثانيه 6% في 5000 300 فوت، ف 300 زائد 100 400 تقسيم 10,000 الطول الكلي، هذا لو مستخدمين القانون العادي راح تطلع 4%. من نروح لل 4% وندخل للجداول راح تطلع الفاكتورات 3 و2% لاي تي والاي ار على التوالي. شوفوا ايش قد بيهم فرق عما لو حسبناها بالبيرفورمانس كيرف، وهاي القضيه مهمه جدا انه نكون دقيقين بحساباتها لنروح نوقع بالخطا. وشكرا جزيلا، ان شاء الله نستكمل باقي عمليه التحليل والتصميم بالمحاضرات القادمه. شكرا جزيلا.